اهلا ومرحبا بكم مجددا، وعدنا لكم اليوم بهذا العود الجميل. مواصفات هذا العود: عندنا الوجه من السيدر، المضرب من المهوغني بالاضافه للمسطر كذلك من المهوغني، الظهر عندنا من المهوغني والميبل، في عندنا ثلاث ريش من الميبل في الجنبين وفي الوسط زي ما احنا ملاحظين، هنركز عليهم اكيد بالتصوير بعد قليل. قياسات هذا العود عندنا: العرض 36 والعمق 20، طول الزن 19.5 وعرض العظمة 3.8. الزند عياري، من هنا بنقدر نتحكم بالدوس اللي هو بعد الوتر عن المسطرة بكل سلاسة من خلال الشد والرخ من هنا. هذه الميزة أيضا بتحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت. المفاتيح عندنا من أبانوس درجة أولى، الأوتار من البيراميد لود دوزان فافا. خلونا نسمع صوت العود ونستمتع فيه ونختبر مختلف مساحات صوتية مثل ما تعودنا دائما. أكيد نبدأ إن شاء الله. جوابات أكثر ونختم إن شاء الله. وصلنا لختام عرض هذا العود، نجي للاختبار الأخير، العزف فينجر بورد كامل. تمنياتي بالتوفيق والقاكم على خير، إلى اللقاء.